أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبارا من اليوم الخميس وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 17. وسيكون بإمكان المستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين إعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه، والذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 19 من أغسطس المقبل. ويبلغ حجم الإصدار 150 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات اعتبارا من 5 أغسطس المقبل وحتى 5 أغسطس 2021، فيما يبلغ معدل الفائدة 6.55% سنويا. شددت هيئة تنظيم الاتصالات على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية، وذلك بشأن المنازعات في القطاع. وقد أكدت الهيئة خلال ورشة عمل نظمتها حول اللائحة التنظيمية بشأن المنازعات الخاصة للمستهلك في قطاع الاتصالات، جاوز فرض الهيئة عددا من الغرامات المالية قد تصل إلى 50,000 دينار حال إخفاق المشغل المرخص له بتنفيذ أحكام اللائحة. وقد أشارت الهيئة إلى أن هذه اللائحة تهدف إلى تحديد مبادئ وإجراءات تقديم النزاع الذي ينشأ بين المشترك والمشغل المرخص له، إلى جانب العمل على تحسين إجراءات التعامل مع الشكاوى من خلال وضع معايير أساسية رفيعة المستوى للتعامل مع الشكاوى من قبل المشغلين المرخص لهم. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تقدم مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم ليقفل عند مستوى 1367 نقطة بارتفاع نسبته 0.37%، وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 9,999,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,593,000 دينار تم تنفيذها من خلال 84 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 81.63% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى إغلاقات البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8367 نقطة كما هو موضح على الشاشة، بانخفاض بلغت نسبته 0.38%. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2948 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.14%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4335 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.89%، وكان الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر في مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة فيه آمنة. وقال الوزير أنه وبحسب ما صرح به المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تعرضت ناقلتان نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البحري تحمل كل منهما 2,000,000 برميل من النفط الخام لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر، وذلك بعد عبورهما مضيق باب المندب. وقد أسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر الذي كان سيؤدي إلى كارثة بيئية.
عقدت موانئ دبي العالمية امتياز لمدة 20 عاما قابل للتجديد تلقائيا لمدة 20 عاما أخرى لتطوير وتشغيل مركز لوجستي متطور خارج العاصمة باماكو في مالي. وتبلغ قيمة الاستثمار المبدئي في المرحلة الأولى في المشروع نحو 50 مليون دولار أمريكي، وستتضمن محطة شحن داخلية للحاويات لتسهيل عمليات استيراد وتصدير البضائع. وبموجب العقد ستقوم موانئ دبي العالمية، كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، بتزويد حكومة مالي بثلاث قطارات لدعم حركة البضائع والمسافرين على طول خط باماكو للسكك الحديدية. ومن المتوقع أن يستغرق العمل في إنجاز المرحلة الأولى التي تنطلق في عام 2019 حوالي 18 شهراً. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. 16 مليار دولار تبخرت من ثروة زوكربيرغ في ثوان معدودة بعد التراجع الحاد لسهم فيسبوك. قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية إن مصر حققت فائضاً أولياً في موازنة 2017-2018 للمرة الأولى في 15 عاماً، ولا يشمل الحساب الأولي للميزانية مدفوعات الديون. وقال كجوك في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن العجز الكلي بالموازنة المصرية بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 بقيمة 434 مليار جنيه مقارنة مع 10.9% في السنة السابقة. وأضاف أن الإيرادات الضريبية لمصر زادت 36% إلى 628 مليار جنيه في 2017-2018. عينت إيران محافظاً جديداً للبنك المركزي الإيراني بحسب ما ذكرت وسائل أعلام محلية وسط تداعيات جراء فضائح مصرفية وصعوبات يعاني منها الاقتصاد. وذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء أن عبد الناصر همتي عين مكان ولي الله سيف الذي تولى مهامه على رأس البنك المركزي الإيراني منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني في أغسطس 2013، وذلك في أعقاب اجتماع حكومي. ويتعرض المركزي الإيراني لانتقادات خصوصا بشأن تعاطيه مع الأزمة النقدية عندما خسر الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار العام الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنهما اتفقا على العمل لخفض الحواجز التجارية. وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض وقد وقف يونكر إلى جواره أنهم اتفقوا اليوم على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز غير الرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية غير السيارات. وأضاف أنهم سيعملون أيضا لتقليل الحواجز وزيادة التجارة في الخدمات والكيماويات والأدوية والمنتجات الطبية وكذلك فول الصويا. وتترقب أسواق العملات نتائج الاجتماع، في حين جاءت ردة الفعل الأولي من ارتفاع أسعار النفط التي صعدت عقودها الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.67% لتبلغ عند التسوية 73.93 دولارا للبرميل. استقر اليورو عند أعلى مستوى في ثلاثة أيام في الوقت الذي تنحسر فيه المخاوف من حرب تجارية بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على البدء في محادثات لتخفيض الرسوم الجمركية. وصعد اليورو 0.1% إلى 1.1738 دولارا ليواصل ارتفاعه بعدما زاد 0.4% في الجلسة السابقة، في الوقت الذي انخفض فيه اليوان الصيني 0.5% إلى 6.79 للدولار، وتماسك مؤشر الدولار عند أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وانخفض 0.25% إلى 94.131، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3202 دولار، حيث تلقت العملة البريطانية الدعم من توقعات بشأن زيادة بنك إنجلترا المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع القادم.
حققت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني من العام، وذلك بفضل مستوى قياسي جديد لإنتاج النفط وارتفاع أسعار الخام، الأمر الذي مكنها من رفع مستوى أهدافها للإنتاج والوفورات في 2018. وقالت المجموعة الفرنسية إن صافي الربح المعدل صعد 44% في الربع الثاني ليصل إلى 3.6 مليار دولار، بينما توقع المحللون 3.4 مليار دولار، وزاد إنتاج النفط 8.7% إلى 2.7 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لربع سنة، وذلك بفضل الإتمام المبكر لصفقة ميرسك أويل وبدء تشغيل عدة مشاريع مثل يامال للغاز الطبيعي المسال في روسيا وماهو نورد في الكونغو. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. خسر مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة فيسبوك 16 مليار دولار من ثروته الشخصية، وذلك في ثوان معدودة بعد التراجع الحاد لسهم فيسبوك بعد الإغلاق إثر صدور أرقام الإيرادات والمستخدمين. وعلى إثر صدور النتائج هوت أسهم فيسبوك بقوة بنسبة تصل إلى 20% بعد أن صرح الرئيس المالي للشركة بأنه من المتوقع تراجع وتيرة نمو الإيرادات في الفصلين المقبلين. وبالنظر إلى سقف السوق عند الإغلاق يوم الأربعاء، فإن فيسبوك قد خسرت أكثر من 123 مليار دولار من قيمتها السوقية.